الكريم الذي أثبت قدرة عالية على مواجهة التحديات والمصاعب، وظل متمسكا بحلم بناء الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق الأمن والاستقرار. تحية لأبطال بركان الغضب مع تركيا في الجوانب الأمنية والعسكرية، حقيقة يعني عملت نتائج ممتازة على الصعيد الأمني والعسكري. فهذه كلها خطوات داعمة كانت لمقاتلينا ولقواتنا المسلحة بذات غريبة مريبة، ماهيش واضحة في المرحلة هذه، غايبين على الوعي 24 ساعة. فمحاولات التشكيك مستمرة، لاحظوا فيها، وفي ناس أصبحت يعني تسترزق عن طريق هذا الظهور، وفي ناس قاعدة بالنسبة لها يعني ونعرفوهم كأشخاص غايبين على الوعي 24 ساعة.